السيد حبيبة، إخواني الأعضاء، السيد ممثل الكهرباء، أهلا وسهلا بكم في اجتماعنا هذا في الدورة الاستثنائية في شهر مارس، وذلك دراسة الوقت التي المبلغ 1646 درهم، المبلغ 4900 مخصص لتهيئ وإصلاح مختلف المساجد والموارد الفصل 30-40 المتعلق بمساهمة جماعات الدفاعات في الإفاق مساهمة جماعات البرامج المقررة لتحقيق التنمية البشرية للكهرباء والغواوات والصلاح والمشمس. النقطة الثانية مصادقة اتفاقية شراكة إلى وفد الصناعة التقليدية لجهة الشرق وجماعة أكرم. النقطة الثالثة المصادقة على اتفاقية شراكة بين المكتب الوطني للكهرباء والباع الصالح لشرق قطاع الكهرباء. النقطة الرابعة المصادقة على كهرباء الغواوات والباع الصالح والمشمس. الإخوان اللي حاضرين اللائحة، كان السيد الرئيس راه كيعتذر في الطريق، يمكن وقعت له شي حاجة في الطريق في الطوموبيل، يعتذر. كاين السي أحمد بوكسار، الرابي غازيل، أحمد مختاري، يماني أليران، دوا صبار، الإخوة سكوت سمير، نجاة بوجيع، محمد كرابيلا، حسين بوكرع، كيعتذر لكم راه مريض من البارح ما خرجش من الدار. محمد عايش كذلك، منى شعاع حاضره، عبد الصمد بقويس حاضر، جمال بوتخريت كما كتعرفوا باقي عاد مريض، احمد تاع الزيوت كذلك اعتذر، خالد شكري راه صفت بقيه فاكس كيعتذر، موسى الكامي حاضر، محمد الوسطين اعتذر، علي الحداوي حاضر، الحسن الخويلي حاضر، نبيل شوقي حاضر، وفاء الملاح حاضر، بشير بن حاضر، محمد بن عمر اعتذر لكم، مصطفى الطويل حاضر، فارس عمراوي حاضر، صالح الدغري حاضر، رضوان فنكوش فين؟ حاضر. شكون تسنيه؟ حاضر. الاخوان اللي اعتذروا كتقبلوا العذر ديالهم ولا لا؟ ما فيها كيف راه الاخوان على رغم الفرق كاين اللي صار اللي اعتذر ولكن اللي مريض الله يشافيه اعتذروا اللي مريض الله يشافيه اللي جاي في الطريق الله يوفقه على خير وخير اللي عنده ان شاء الله يعاونه هذا اللي عنده كيف راه كاين اللي صار اذا بيعود اللي ما حضرش بيعود المصادقة على تحويل مبلغ 1746 درهم، ما كتعلموا عاد كان عندنا واحد النصاب ديال 1600 دايرينه 1,500,000 وإذا به فسقتوا لنا حنا باش نخلصوا جبرنا 41,674,600 درهم، لذا كان باقي خاصنا 1,746 درهم. دابا هذا 1,746 درهم غادي نحولوها لواحد الفصل، كانت عندنا شيطة في واحد الفصل ديال الطرق مسالك قروية كانت فيها 4,900 درهم شيطة من العامات اللي فاتت، لذا دابا حنا غادي نحيدو منها 1,746 درهم ونزيدوها في هذا الفصل ديال الكهرباء ديال المساعدة ديال الجماعة صالح والجمس. الدور ديال المجلس هي المساعدة. ايش معنى فيهم جوج دور؟ مشمس ودور صالح. جوج دور مشمس وولاد صالح. هذا كرامينا كرامينا. تصويت يا تصويت. اجمع. شكرا. النقطة الجماعة التقليدية لجهة الشرق. اش قصدتوا بهذا الاتفاق؟ ايوه عندكم. هذه واحد الاتفاقية ديال الشراكة بين الجنسية والصناعة التقليدية ديال الجهة. كاين واحد النقطة اللي سمعنا عليها. واش كاين الإخوان ديال الوطن اللي حاضرين؟ لا ما حضرتش قالت بلاش. الاتفاقية هي والرأي رأي المجلس ذاته واش يقبل ولا لا. شي صدق عليها ولا لا. دابا حتى كتجي كتلقى اتفاقية كي كيتصفت جمل عملي تصفت مع الاتفاقيه
الحقيقه خاصه تصفت مع الجهود العامه. علاش درنا حنا الدوره الاستثنائيه؟ على ود هذه الاتفاقيه. نعم. خاصها تصفت مع الجهود العامه. دابا اللي عطى الله عطاه. كنتمنى الاخوان السيد الكاتب العام ملاحظات 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 شي حاجه خص تكون دابا والجماعه الترابيه يا اكبر في اطار تفعيل المشروع الجهوي المتقدمه الذي اعطى صاحب الجلاله الملك الاستاذ سليمان الخلاف الحضور والذي يلزم جميع الفاعلين المتدخلين في تدبير الشان المحلي الاقليمي والجهوي الى نهج سياسه القرب الراميه الى الاقتراب من اهتمامات وحاجيات السكان مدهم بالمرافق والتجهيزات والخدمات اللازمه لصيانه كرامتهم وتوفير العيش الكريم ومحاربه الفقر والبطاله والتهميش. ماشيين مع الاداره الحكوميه الراميه الى الاداره الحكوميه الراميه الى تهيئه الظروف الملائمه للتنميه والتحقيق وتحديد قطاع الصناعه التقليديه بناء على الظاهر الشريف رقم 85/1/20 من رمضان 1436 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14/2013 المتعلق بالجامعة الترابية، بناء على الظاهر الشريف رقم 81/19/2011 بتنفيذ القانون رقم 09/18 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، كما تم تغييره تصميمي ونظرا للدور الفعال والإيجابي الذي تطلع به كل من غرف الصناعة التقليدية لجهة الشرق والجامعة الترابية الأحمر في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية ووعيا منها بالدور الفعال الذي يلعبه قطاع الصناعة التقليدية على مستوى الجماعة الترابية أركما في امتصاص البطالة وتشغيل أكبر عدد ممكن من العاملة تم الاتفاق بين الموظفين أسفل على ما يبدو. المادة تعمل الجماعة القروية أركما بتعاون مع القرى كما وجدنا لأنه قد جماعة قروية ولكن وردت هذا المصطلح في العمل. تعمل الجماعة القروية لأكما بتعاون مع غرفة الصناعة التقليدية. تعمل الجماعة القروية أكما بتعاون مع غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق على النهوض بقطاع الصناعة التقليدية على مختلف المستويات والأصعدة. المادة الثانية يشمل التعاون المجال التالي: القيام بدراسة ميدانية موسعة لقطاع الصناعة التقليدية خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بتراب الجماعة القروية لأكما. تنظيم ندوات وايام دراسيه ومعارض حول الصناعه التقليديه في مختلف المجالات. العمل على تحفيز ومساعده الشباب على خلق المقاوله والبحث عن طرق جديده للتمويل. العمل على احياء الحرف التقليديه المهدده بالاندثار. الماده الثالثه تعزيز البنيات التحتيه للقطاع من خلال المساهمه في احداث فضاءات للصناعه التقليديه لعرض المنتوج وترويجه. المادة الرابعة مساهمة الجماعة الترابية في تنظيم المعارض المحلية الإقليمية الجهوية الوطنية والدولية. المادة الخامسة مدة صلاحية اتفاقية مفتوحة طيلة انتداب المجالس المحلية ما لم يرغب أحد الطرفين في فسخها حيث تبقى البرامج التي شرع في إنجازها سارية المفعول إلى حين انتهائها. المادة السادسة يمكن استكمال هذه الاتفاقية بملحق إضافي يتعلق بجوانب خصوصية للتبادل والتعاون أو ببرامج التطبيق والتي يمكن اقتراحها وتوقيعها في تاريخ لاحق وبمجرد التوقيع عليه من طرفين تصبح جزءا مندمجا في الاتفاقية الأصلية. المادة السابعة يدخل هذا الاتفاق حيث التنفيذ بمجرد توقيعه بين السيدين رئيس الجامعة الترابية لأكمان ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق والمصادق عليه من طرف السلطات المحليه. حرر بوزافي وضاع من كل الهدوء يبدا رئيس الغرفه يبدا رئيس الجامعه مع ان الغرفه مع الصناعه التقليديه ما كانش لها واحد المشروع الصناعه التقليديه مع مغرفه غرفه الصناعه التقليديه ديال جهه الشمس مع ما غناقشوها نعم واش ناقشوها بغيبيناتنا واش ناقشوها لا واش عندك شي واحد شي تدخل مع الخدمه جمعتكم كلهم جماعات الساعه ديال هذا الشخص
إذا كان شيء هذا اسم هذا لون كادر كادر ديال الاتفاق، إذا كان شيء إيضاحات أخرى ولا شيء إضافات يكون ملحق شرعي البنك على أن غادي يكون ملحق بالنسبة لهذه الاتفاق. إخوان ما الرأي ديالكم؟ على الجامعات الكروية مربي التعاون مع وفاة التجارة والصناعة على وفاة الصناعة التقليدية جهة الشق على النهوض في قطاع الصناعة. المادة الأولى المادة الأولى على الجامعة الكروية للتعاون مع وفاة الصناعة التقليدية جهة الشق على النهوض في قطاع الصناعة التقليدية على مختلف المستويات والأصعدة. يعني بالنسبة للجامعة واش باش غادي تعاون مع الوفاة؟ واش شي فصول ديال الماليه ديالوها فصول الماليه واش شي ارض باش فين غادي تبني؟ يعني ما وضحوش هنايا باش غادي تعاون هاد الجماعه. يمكن كتكون تدخل غير لوجيستيك المصاحبه ماشي ضروري يكون تمول بالماده ولا بالارض ولا بشي حاجه. المهم على على صعيد ما وضحوش هنايا توضيح ما كاينش. يمكن كاين المادة الثانية اللي كيشمل التعاون والمجالات التالية فهي قيام بدراسات إدارية موسعة لقطاع الصناعة. ولكن يقرا الفصل الأول السي الرابع. وراه الجامعة اللي كتلتزم. وراه كتلتزم والله راه بنت بنت. والله راه هاد المواد اللي كاينين هنا غادي تلتزم بهم الجامعة. جامعة الشراكة مع الصناعة التقليدية. شوف راه كاين واحد البنت تحت المادة السادسة يمكن استكمال هذه الاتفاقية بملحق إضافي يتعلق بجوانب خصوصية للتبادل والتعاون أو ببرامج تطبيق والتي يمكن اقتراحها وتوقيعها في تاريخ لاحق. غادي يكون واحد ملحق من بعد بين المجلس وبين ديك الساعه غادي يشوف المجلس الامكانيات اللي ممكن يساعد بها او يقوم بها. كان هنا عندهم في البنك السادس يمكن استكمال هذه الاتفاقيه يعني لان هذا اطار اتفاقيه اطار. الماده الاولى يعني كتلتزم الجماعه تعمل الجماعه تعمل غادي الجماعه اش غنديروا؟ وراه كان غادي يجي من بعد. لا دابا هما اللي كيقولوا دابا هما ديما في الفصل الاول الجامعه هي اللي كتلتزم باش غنلتزموا ما عرفناش باش غنلتزموا بتعاون معهم تعملوا باش غنتعاونوا باش غنتعاونوا. حنا دابا هاد الشهاده هاد الاطار ديال تعملوا وتعاون مع الوفاه غادي يجي في واحد الملحق اخر. داك الشيء غادي نقولوا بين لينا حنايا واش غادي نديروا حنا واش غادي نديروا. وإلا ما قدرناش نديرو حنا؟ الاتفاقية اش غادي ديرو؟ اش غادي تلتزم الجماعة بالأرض أو بالفلوس؟ الأرض كيكون خاصة الأرض عندها الجهة ديالها المسألة ديالها بوحدها. هذا التدخل ديالنا كيفاش غادي يكون ديال المجلس مع الغرفة؟ غنتفقوا ولكن كيقول لك ما وضحوا ليناش الاتفاقية. إيوا سامحني كان الفصل السادس كيقول لك هنا ها هما ما كتبوش يمكن استكمال وما يمكن حنايا راه في الماده الاولى حنا غادي من بعد غادي تجي واحد الفرصه اخرى غادي نديروا فيها الملحق ديال هذه الاتفاقيه. ديك الساعه غادي يكون الجماعه نورت شي ممكن اللي دير مع الغرفه باش غادي تساعد واش غادي دير. هنا كان في الاتفاقيه كنقولوا فاي يعني ما عندهاش المواد غير واضحه يعني كتبقى كيبقى لنا الاجتهاد ان هذا اننا باش نديرو ملحق اضافي كما قال السي احمد انه تعمل الجماعه بحال الى الجماعه هي اللي اقترحت الاتفاقيه يعني كتقول تعمل الجماعه والجماعه هي اللي كتلتزم اولا
ما دايرينش الاتزان ديال لجنة الشرط أولا، لأنه هما اللي كيختاروا في الاتفاقية، يعني هما اللي خاصهم يعملوا أولا، ما غاديش يجيو يلزموا الجماعة باش هي اللي تعمل. يعني كان المفروض أنهم يشوفوا الالتزامات ديال العام الأول، عاد ديك الساعة يقترحوا التزامات أخرى على الجماعة، والجماعة عندها حق أنها توافق عليها أو ما توافقش. في حالة إلى تم الاتفاق المصادقة على هذه الاتفاقية، وغيخصنا ضروري نديرو ملحقات إضافية، ملحقات إضافية نشدو فيها الالتزامات ديال جهة الشرط، لأن الجماعة الالتزامات ديالها كان عندها فرضوا عليها التزامات مادية أو ما إلى ذلك، هي ما عندهاش استطاعة باش تجازيها، يعني خاص الالتزامات ديال جهة الشرط أولا، عاد نشوفو الالتزامات ديال الجماعة اللي غادي تكون إما في التتبع أو في السير أو ما إلى ذلك. على الصيغه باش تكتبت الصيغه باش تكتبت الاتفاقيه عوض اللي يديروا تعملوا الغرفه الصناعه التقليديه سبقوا الجماعه يمكن التشريف بالنسبه لينا حنا ما طلبناش الاتفاقيه لا غاليه معناتها حنا الاتفاقيه هما اللي كيطلبوها هما ماشي حنا اللي طلبناها فيها وفي الحمد لله هذه راهي خصنا نفهموا واحد الحاجه هو ان اطار الجوي المتقدمه دابا ما بقاتش يعني الغرفه التقنيه ان الغرفه جهويه هي اللي كتبرمج مجموعه من المشاريع على مستوى الصناعه التقنيه وبالتالي توقعت من اجل تفعيل هذه الجهويه توقعت سقطوا هذا المشروع على صعيد الجهه ككل جامعات كاتفاقيه اطار لوضع اليات التعاون ما بين الجامعات وجهات الشرط في مجال الصناعه التقليديه. منين قال انه تعمل الجامعه القروية اكمل؟ لان من الذي له الصلاحيه في جهه التصور على مستوى الصناعه التقليديه هي الجامعه ماشي الجهه، جهه كتمول فقط، وفاش غيجي هذاك التمويل؟ مثلا الصناعه طرحنا حي الصناعي درجه ثالثه، طرحنا مجموعه من الاشكاليات اللي طرحها السيد الجهه ماشي جهه الغرفه، جهه ديال الشرق واللي راه كيشتغل عليها، ولكن هاد الاقتراحات خص تجي منا، يعني تعمل الجماعه على اقتراح على تعاون مع جهه الشرق تدورت مجموعه من التصورات والمشاريع مع جهه واش غتعمل؟ تمول، باش هاد التمول غيجي في الماده السادسه اللي غتكون موضوع اتفاقيات اخرى، راه جايين ماشي غير حنايا، جماعه الشرق كامل اللي يشتغل محليا ويبرمر مشاريع وعنده تصور باش يبرمر مشاريع، الجهه الغرفه تمول، يعني راه هاد الاتفاقيه في اطار فقط للاشتغال، يعني ما كنشوفش انا فيها شي لوكس ولا شي بوم تاتجي اتفاقيه ديال التمويل ما يكون نقاش وما علينا وما علينا واش يعتمد الله ونديروا على الله ولا الفلوس ولا نشوف شركاء اخرين ولا هما اللي يمولوا تما يكون نقاش اما هذه اتفاقيه الاطار فتوزعت على الصعيد الجهه ككل وكتشوف انه حتى رئيس الجهه وقعها رئيس الجهه الشرق دي بالنسبه ماشي رئيس الجهه ديال الصناعه التقليديه رئيس غرفه غرفه رئيس غرفه ديال الجهه موقع هنا وقت باش نوضحوا اكثر المادة السادسة ما كملناش القراءة ديالها كاين هنايا أو برامج التطبيق التي يمكن اقتراحها وتوقيعها في تاريخ لاحق وبمجرد التوقيع عليه بين الطرف من الطرفين تصبح جزءا مندمجا في الاتفاقية الأصلية إذا حتى يكون الاتفاقية الجديدة اللي غادي تكون من بعد أو عاد كتصبح أصلية لأن مجرد راسي دراسة هذا الاتفاقية هنا الأخر وعي منها الأخر غرفة الصناعة التقليدية بالدور الفعال الذي يلعبه قطاع الصناعة التقليدية على مستوى الجماعة الترابية لأركيما إلا كتعرفوا في دراسة 70% لأنه متدمجين جوج ديال الأقاليم الناظرة والدريوش هما جماعة القرية هنا باش تشغيل أكبر عدد ممكن من اليد العاملة هذه الاتفاقية غادي نمشيو للمادة الثامنة، حنايا العمل ديالنا ديال الجماعة ما هو؟ الأول باش غادي نمشيو للفصل السادس كما قال السيد الرئيس، الأخر باش يكون ملحق إضافي، الأول الجماعة ستقوم بالقيام بدراسة ميدانية، الأول من دراسة ميدانية موسعة لقطاع الصناعة التقليدية خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بتراب الجماعة القروية لأركيما، وكاين تنظيم الندوات، وهنا غادي تكون واحد المادة الرابعة هنايا مساهمة الجامعة القروية أركيما في تنظيم المعارض المحلية ولا بد غادي تكون واحد المساهمة ديال الجامعة في الأخر
ولهذا انا كنشوف انه هذه الاتفاقيه راه مصلحه ديال الجماعه ديالنا، غادي يستفدوا بها اكثر نظرا للسيد الرئيس ديال جهه الشرق ديال الغرفه جهه الشرق، راه كيدير واحد المجهود كبير باش غادي يدار واحد الاخر مركب صناعي ديال الصناعه التقليديه لجامعه كركمه، راه الهدف ديالو الاول وهو الجامعه ديال كركمه. وشكرا سيدي. شكرا. هاد المناقشه انا قلت تفقد الى ناقشنا الموضوع الواحد باش يفهم ويعرف كل واحد تصور ديالو. احنا دابا كنشوفوا المصدقه. شكرا للاخوه. اتفاقيه اخرى مصدقه على اتفاقيه شراكه بين المركز الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء. سي ممثل ديال الكهرباء الله يخليك عطينا واحد الايضاحات على هذه الاتفاقيه. الاتفاق الاداره العموميه. و كاين هنا دايرين ال بي سي هذه ديال لا كونسوماسيون ديال الديور والمسائل، هذا خصو يجي الشاب ديال لاسي ديال زيو هو اللي غيناقش معكم هذه الاتفاقيه ديال زيو. واه انه هما اللي غادي كونسيرفي هذه الاتفاقيه باش يبدا. حنا غادي نعطيكم الارشادات، واذا كان عندكم بالنسبه لا كونسوماسيون كتجيكم غاليه في الفيراج غادي نعطيكم بعض الارشادات لي لومب اللي غادي ديروا ايكونوميك بالنسبة للإيرور ديالك. لا بالنسبة اللي كنشوف هنا ال بي سي، هنا كيهضروا على ال بي سي، هاد لي لومب ايكونوميك اللي كيتعطاو في التيليبوتيك. ديال الديور وديال الإدارات وديال المسائل، هادشي على بلي هذا، ولكن هادي ما كتشملناش حنا، حنا جينا عليك اللي راه شفناه. زيو هو اللي مسؤول على هادشي. حنا اتصلنا مع المدير. لا لحقاش حنا دابا نمشيو حنا نعاونكم في واحد المشكل ديال الاناره العموميه ديال الكهرباء. هنا عندكم ملي كنشوف انا ديك النفقه اللي قلتي واحد شويه طالعه بزاف، هنا عندكم دي لومب 200 سكوند، عندكم 100 سكوند، ما خصكمش ديروا هاد المسائل نديروا 70. انا هادشي علاش جيت نناقش معكم دي لومب 60 دور. ميزاتور كاين شي كنا كنتسمعوا على ان باش يربحنا اكثر دابا في هاد الكهرباء ديك اللي راه بيبليك، واش غادي تكون تكلف به المكتب الوطني للكهرباء هما اللي غادي يتكلفوا به لونتروتيان وكل شيء؟ لونتروتيان خصكم تكون عندكم مع الاتفاقيه. عن طريق الاتفاقيه. واه خصها تكون عندكم شراكه مع المكتب الوطني للكهرباء. شراكه بين واه باش غادي تكون عنده باش يدخلكم في الفورفي، باش تلقى ما كتخلصوش المسائل كيدخلها لكم في لا كونسوماسيون. خصكم ديرها مع المدير ديال التازي هو اللي خصو يحصل معكم في الاتفاقيه. واش غادي يديروا؟ ما غاديش نناقشوا هذا الاتفاق. واش نأجلوها شي دوره اخرى؟ ولكن عندكم اللي كاش باش نفهمكم، ولكن عندكم اللي كبيره شكون بليك والنفقات وكيفاش ديروا الارشادات وتنقصوا من لا كونسوماسيون نناقشوا معكم حنا ماشي مشكل. الا كان على هاد لي لونب ال بي سي سيجي الشاب داسي ديال زايد هو اللي غيدخل. إنه جلسات الجماعة عندكم. حنا إلا قلنا لكم شي حاجة راه بحال كتبغيو تخرجوا عن الإطار. لا الصراحة لكن. أنا ملي نسيت لي قال لي عندنا قلنا المدير قال لنا ودي غادي تفهموه بالنسبة للإرشادات ديال الإنارة العمومية. تقولوا لهم لي لونك اللي غادي يستعملوهم 125 يعوضوهم ب 70 بالنسبه ل 250 250 ديروا لهم 250 وبالنسبه لديك لي زورلوج غادي نديروا استرونو باش تلقى حتى لا كونسوماسيون تجيكم شويه هكا. هادشي علاه جينا حنا لحقاش انا شفت هنا ال بي سي حنا ما عندناش معاها شي لي لونك ال بي سي اللي كانت بالنسبه للجماعه قبل تشوفوا الشاب داسي غادي يعطيكم دي لونب ديرهم هنا ايكونوميك باش تلقى حتى تجيكم شويه لا فاكتوره. ديال ديك لا ديال لادمينستراتيف ديال الاداره. الاداره. واه الا هو هذا الموضوع ال بي سي كيهضر على الاداره. الاداره العموميه اللي عندها المشكل. الاداره العموميه اللي عندها المشكل. كتشمل هذا الشيء غادي ناجلوها باش يحضر السيد المدير باش يشرح السيد. ولكن كنقول بالنسبه للملاق الاداره العموميه راني موجود. فين كاين الاداره؟ بالنسبه الى الكونفونسيون كتهضر على لا دابا هاد الكونفونسيون الى العموميه راه كاين
ولكن ديال الاداره اللي ما هو واخد. لا سمح لي هذه الاتفاقيه لا ممكن هذه الساعه لا كونفونسيون لا كونفونسيون لا كونفونسيون سيحضر المدير شي اللي بغا يدير معكم شي لا كونفونسيون واش غادي تبقى الدوره مفتوحه ولا لا على الدوره المقبله الدوره المقبله باش نوجدوها يمكن ان الاتفاقيه باش يسمحوا لي راه المدير هو اللي خصني ندير معكم شي حاجه انا وقدت معكم شي حاجه راه ما كاين والو شكرا لك يلا سلام كاين شي حاجه في الكليراج بوبليك لا مستحيل كان شغل تعاون شي حاجه يلا سمحوا لي من هذه النقطه هذه تاجلوها للدوره المقبله ان شاء الله غادي نستحقوا المدير باش يحضر معنا وباش اتفاقيه كيف قلنا المدير قال لنا ودي غادي تفهموا بالنسبه للارشادات ديال الاناره العموميه تقولوا لهم لي لونك اللي غادي يستعملوهم ب 125 يعوضوهم ب 70 بالنسبه ل 250 250 ديروا لهم 250 وبالنسبه لديك لي زورلوج غادي نديروا استرونو باش تلقى حتى لا كونسوماسيون تجي لكم شويه هكا هادشي علاه ما تجينا حنا لحقاش انا شفت هنا ال بي سي حنا ما عندناش معاه شي لي لونك ال بي سي اللي كانت بالنسبه للجماعه تقدروا تشوفوا الشاب داسي غادي يعطيكم دي لونك ديرهم هنا ايكونوميك باش تلقى حتى تجي لكم شويه لا فاكتورا لا ديال الادمنستراتيف ديال الاداره والله هو هذا الموضوع البيس كيهضر على الاداره كتشمل هذا الشيء راه غادي ناجلوها باش يحضر سيدي المدير باش يشرح سيدي ولكن كنقول بالنسبه للملاقم الاداره العموميه راني موجود دابا هاد لا كونفونسيون الى العموميه راه كاين ولكن ديال الاداره اللي ما هو واحد لا سمح لي هاد الاتفاقيه لا ممكن هاد الساعه هاد الرئيس كيهضر على لا كونفونسيون لا كونفونسيون لا كونفونسيون سيحضر المدير شي اللي بغا يدير معكم شي لا كونفونسيون شكرا لك التسجيل ديالها واش غادي تبقى الدوره مفتوحه ولا لا على الدوره المقبله الدوره المقبله باش نوجدوها يمكن ان الاتفاقيه باش يسمحوا لي راه المدير هو اللي خصني ندير معكم شي حاجه انا وقدت معكم شي حاجه راه ما كاين والو شكرا لك يلا سلام كاين شي حاجه في الكليراج بوبليك لا مستحيل كان شغل تعاون شي حاجه يلا سمحوا لي من هذه النقطة هذه تأجلوها للدورة المقبلة إن شاء الله غادي نستحقوا المدير باش يحضر معنا وباش اتفاقية. هذه كنت سنين وأنا خدام بهذا المشروع سبق. هذيك الدراسة اللي كتهضر أنت عليها كتشمل غير كتشمل مجموعة من خمسة دواور اللي في جماعة ومجموعة من هذيك راه الدراسة يعني جارية مجرد الوصول على الدراسة كنحاولوا نشوفوا مصلحة التمويل اللي موجود مع الانديا مبادره مع المجلس الاقليمي مع الجهه حتى الجهه راه السيدي الزعيم رفع خاص خصوصا الاقتراح ديال هذيك الحشوي لان اشكال على الصعيد الجماعي لان السقف ديال سيسبيرسيو في المناطق الجبليه وبالتالي الكلفه كانت جد عاليه تقترحنا على الجهه ربما تمولنا هذا الحصه المشروع 100% غادي يوصلوا سيدي بالنسبه لهاد جوج دول هاد راه الدراسه ديالهم واجده والفلوس دابا ديالهم ها هما كاينين غادي نفداو المشاكل ديالهم باش يجيو يخدموا لهم بالنسبه للاخوان اللي بقاو اللي كانوا شافوهم هادو كان ديال المنطقه 16 باش الموافق مستقبلا ان شاء الله عاوتاني نفس الاشكال غادي يجي اخوان اذا انتهينا المصادقه على هاد الدول شكرا للاخوان على رفعه الجلسه